بسم الله، والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. نواصل عملنا التثقيفي التوعوي، ونسأل الله أن يستفيد منه كثير من خلق الله، حتى الملائكة تحضر هذه المجالس عليهم السلام. قل سيروا، الآية 20 من نفس السورة، أي العنكبوت لارني. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أي بدأ الله خلق، والباد هو الله، كان وحده لا متزامن معه من أي كان، لأنه ليس هناك لا إنس ولا جان ولا كائن مكان. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، كما مقبل شفنا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أي هنا بمعنى أن البعث آت لا ريب فيه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يكون في علمك أن إذا كان ربي ما أثبكش الآن، هو قادر متى شاء أن يعذبك عذاب ما كان في خالدك، ما كان في تصورك، ما كان في تخيلك. نعاود، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. والآية 21 يقول فيها المولى جل جلاله وعم نواله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ترجعون، يعني يرحم من يشاء، قلنا هو الله شاء أن يرحم فلان وفلان فكان مرحومين، وشاء أن يعذب فلان وفلان فعذب. ردوا بالكم، المشيئة لله. وممكن نسمع لرواحنا بس نقول كذلك رأي آخر، هو ربي يرحم من يشاء الرحمة ويعذب من رفض الرحمة. هنا يوريك لي الله لا يغيب عنه شيء ولا ينسى شيء، والمحصي بالمطلق نسوه ولكن أحصاه الله، وسيمثل بين يديهم في كتابهم الخاص بكلا النوعين. نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه. أمين يا سميع يا كريم يا هادي، هدنا سواء السبيل، يا منعم يا عظيم يا كريم يا ساتر يا مصمم خلقك كيفما أردت يا مولانا، فاجعلنا من خير خلقك بعد أنبيائك وملائكتك الكرام عليهم السلام. والحمد لك ربنا حمدا دوامه بيدك، فاجعلنا على أحسن حال في كل مجالات حياتنا وأطوارها. أمين يا سيدنا يا عظيم.